أخرى من لوحات البطولة الوطنية الأولى للناشئين تختتم أعمالها بعد مشاركة ناجحة، حيث احتضنت قاعة الجمباز بمديرية المنصورة العروض الختامية للكاراتيه. قدم فيها أشبال المحافظات المشاركة صورا متنوعة من المهارات، وبحضور قيادة وزارة الشباب والرياضة، وبعد تقديم عروض متميزة للاعبين المشاركين، تم تكريم المنتخبات التي حصلت على المراكز الأولى فرقي، حيث حصل منتخب عدن على المركز الأول وحل منتخب لهجة المركز الثاني، فيما حصل منتخب حضرموت المركز الثالث، وحصل على المركز الرابع منتخب محافظة أبين. في اليوم الخامس لانطلاق الدورة الوطنية الأولى لألعاب الناشئين 2017 تحت مسمى أولمبياد عدن، طبعا هذا يأتي برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري الذي أولى اهتمام بهذه الشريحة وهي شريحة الناشئين التي تعتبر هي المدخل الأساسي والعمود الرئيسي في جيل المستقبل، كونهم سيمثلون في المحافل الدولية والعربية من هذه الشريحة. لوحة رياضية واستعراض كرنفالي تتقدمه الفرقة النحاسية في خامس أيام البطولة الوطنية الأولى للناشئين عدن للعام 2017 في نادي وحدة عدن بمديرية الشيخ عثمان. كان الافتتاح مختلف وسط حضور رسمي تقدمه وكيل أول وزارة الشباب والرياضة خالد صالح، ووجدان الشعيبي مدير مكتب وزير الشباب والرياضة، ومحمد حسن عبد الشيخ نائب رئيس الاتحاد اليمني لكرة السلة، وقيادات رياضية وجمع جماهيري حاشد. إذانا بانطلاق منافسات كرة السلة للناشئين التي جمعت ناشئي وادي حضرموت وناشئي منتخب لحج، وسط هتافات الجمهور خاض فيها الفريقان حماسا منقطع النظير، انتهى بفوز منتخب حضرموت الوادي بنتيجة مفاجئة وغير متوقعة بواقع 41-2. لكن يبقى هذا العرس الرياضي المتميز هو سمة تسعى من خلالها قيادة وزارة الشباب والرياضة أن تعيد الأمجاد لكل الألعاب ومنها كرة السلة. الحقيقة البطولة وكل البطولات التي قيمت ضمن الدورة الوطنية الأولى للناشئين حفلت بمشاركة ممتازة من كل المحافظ التي كانت ضمن الفرق المشاركة، وكل ما تم ترتيبه وتم الإعداد له سار بشكل جيد، وهذا بفضل الكوادر التي عملت في اللجنة المنظمة على مستوى الوزارة وعلى مستوى الاتحادات، وكل ذلك جهود كلها جهود صبت في صالح تنفيذ هذا العمل الذي يقام برعاية الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة ودعم صندوق الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن. بين الافتتاح والانطلاق استطاع المشاركون في هذه البطولة أن يضعوا لهم بصمات في كل لعبة، ففي الكرة الطائرة التي اختتمت أعمال دورتها بقاعة الصالة الرياضية بمديرية المنصورة بعد تأهل حضرموت واديها وساحلها للمباراة النهائية، استطاع فيها منتخب حضرموت الساحل من إحراز كأس البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب حضرموت الوادي بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما حصل منتخب حضرموت الوادي على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، بينما حصل منتخب المهر على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية. نهنئ فريق حضرموت بهذا الإنجاز العظيم، فريق الساحل وأيضا فريق الوادي على حصول المركز الثاني، ونهنئ أيضا فريق المهرة الذي جاء على عناء الطريق لإنجاح هذه البطولة، البطولة الأولى للناشئين، ونهنئ أنفسنا كوزارة الشباب والرياضة بهذا الزخم الغير عادي وللأول مرة، إن شاء الله يكون لنا احنا زخم آخر في الدورة العربية في الدورة الوطنية الثانية. ليختتم هذا المهرجان الرياضي بحفل ختامي قدمنا فيها زهرات عدن عروض متميزة. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.